وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أحمد يعقوب الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك معنا على شاشة إكسترا نيوز، ونتحدث عن بعض يعني التحسن في المؤشرات الاقتصادية مثل ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية وأيضا انخفاض التضخم للشهر الرابع على التوالي بمعدلات أعتقد تصل إلى 3%. تفضل دكتور أحمد. اهلا بحضرتك استاذ ياسر، واهلا بالساده مشاهدي اكسترا نيوز. الحقيقه طبعا في مؤشرات اقتصاد كلي ايجابيه على مدار الشهور الماضيه بدات في التحسن بشكل اساسي. الاساس في مؤشرات بيسموها ماكرو ايكونوميك انديكيتورز او مؤشرات الاقتصاد الكلي، دي بتقيس اداء الاقتصاد المصري في بيانات او مؤشرات او نسب مئويه. احنا لما بنشوف واحد من اهم هذه المؤشرات وهو التضخم واللي بيقيس مستوى ارتفاع الاسعار، احنا بنشوف انخفاض على مستوى التضخم العام اللي هو التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي، وده مؤشر مهم بيأكد ان في اجراءات مهمه اتخذتها الحكومه المصريه والبنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي من ضبط منظومه سعر الصرف، بالاضافه الى كمان السيطره على الاسواق والسيطره على الأسعار الموجودة في السلع الأساسية اللي بيحتاجها كل بيت مصري، بالإضافة إلى كمان الإفراج عن الباك لوجز أو السلع العالقة في الموانئ المصرية بأكثر من 20 مليار دولار منذ بداية العام حتى الآن، يعني أكثر من 6 أشهر تم الإفراج عن سلع ب 20 مليار دولار، وده بيزود الإتاحة بتاعتها في الأسواق المصرية وبالتالي بيخططها بشكل تدريجي. المؤشر الثاني المهم ده طبعا انخفاض التضخم ده للشهر الرابع على التوالي. احنا بنتكلم على ان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيقول ان هو انخفض لمستوى 27.5% في شهر يونيو 2024، ده مقابل 28.1% في شهر مايو 2024، وده نزولا من 35% كانت موجودة في شهر فبراير الماضي، وبالتالي الاتجاه العام للتضخم هو الانخفاض المستمر والمتتالي على مدار الشهور الماضية، وأنا أتوقع أن في الشهور المقبلة من 2024 و25 سيتم يعني ضبط الأسواق بشكل أكثر والسيطرة على منظومة السلع في الأسواق، وبالتالي متوقع انخفاض التضخم المستمر خلال الشهور المقبلة. أنا أتوقع أنه سيقل إلى أقل من 10% مع نهاية 2025. المؤشر الثاني المهم من المؤشرات الاقتصادية الكلية أستاذ ياسر هو مستوى الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري. الحقيقة ده من المؤشرات المهمة لأنها بتدي دلالة على حجم التدفقات اللي بالعملة الأجنبية اللي بتدخل الاقتصاد المصري، واحنا شفنا كذا صفقة كبيرة الحجم على مدار العام الحالي 2024، أهمها صفقة رأس الحجم 35 مليار دولار، بالإضافة إلى صفقات في قطاعات زي الزراعة والصناعة وقطاع السياحة وقطاع العقارات، وبالتالي احنا بنشوف دلوقتي أعلى مستوى للاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري ب 46.4 مليار دولار، وده بيغطي واردات سلعية لمصر 8 شهور. المعدل العالمي لتغطية الواردات السلعية للاحتياطيات لدى البنوك المركزية هو 3 شهور، وبالتالي احنا بنتكلم على مستوى الاحتياطي النقد الأجنبي في مصر أعلى من 8 أشهر، ودي من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية اللي بتشكل أنا بعتبرها بتشكل بداية مبشرة لمرحلة الحصاد الاقتصادي وبناء اقتصاد تنافسي متنوع يقود القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، وده المستهدف من الحكومة الجديدة في إطار بيانها أمام مجلس النواب. وبالتالي أنا أتوقع خلال المرحلة المقبلة تحسن أكتر في أرصدة الاحتياطي ليتصل إلى مستوى يتجاوز 60 مليار دولار تدريجيا خلال سنوات قليلة، ودي من أعلى المعدلات، هتبقى معدل تاريخي برضو لأرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي. وببساطة جديدة عشان السادة المشاهدين، الاحتياطي ده بيبقى عبارة عن مجموعة عملات رئيسية لدى البنك المركزي بالإضافة إلى رصيد الذهب، ورصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر ارتفع لمستوى تاريخي برضو 9.5 مليار دولار. الأرصدة الأساسية بتاعت العملات الأجنبية بتزايد مستمر نتيجة اهتمام الدولة المصرية بالتركيز على قطاعات إنتاجية زي الزراعة والصناعة والسياحة، وموارد النقد الأجنبي اللي رفعها تدريجيا من 100 مليار دولار إلى 300 مليار دولار في عام 2030. المؤشر كمان المهم أستاذ ياسر ده المؤشر الثالث
تراجع الديون الخارجيه لمصر الى 160 مليار دولار، وده مؤشر مهم، ده بيؤكد قدره الدوله المصريه على الالتزام بسداد الاقساط الديون الخارجيه في مواعيدها، وبالتالي انخفاض 8 مليار دولار خلال ثلاثه اشهر في عصودة الدين الخارجي لمصر، ده من المؤشرات غايه في الاهميه واللي بيؤكد ان في تدفقات بالعمله الاجنبيه والتزام مصر باقساط الديون الخارجيه. الحاجه كمان المهمه في تراجع في البادجت ديفست او عجز الموازنه العامه للدوله، وده مؤشر بيقيس الفرق بين المصروفات والايرادات الخاصه بالدوله المصريه، ده احنا شفنا انخفاض الى مستوى 3.6% نزولا من 6%، احنا بنتكلم على السنه الماليه 23-24، 3.6% كان نسبه من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 6% كانت موجوده في السنه الماليه السابقه 2022-2023. مؤشر كمان مهم عشان برضو الساده المشاهدين يشوفوا ان في تحسن في اوضاع الاقتصاد المصري والماليه العامه لمصر، هو ارتفاع قيمه السندات الدولاريه المصريه في الاسواق العالميه، وده من المؤشرات المهمه اللي بتعكس الثقه بقى استاذ ياسر في الفيوتشر اوتلوك او النظره المستقبليه للاقتصاد المصري. نعم. نتيجه ان في تحسن في اوضاع الاقتصاد الكلي، احنا بنشوف مؤشر التضخم بينخفض، مؤشر عجز الموازنه بينخفض، مؤشر الديون بينخفض، في حين ان في مؤشرات مهمه لتدفقات العمله الدولاريه بترتفع، زي الاحتياطي بالنقد الاجنبي، ده اعلى مستوى في تاريخ الاحتياطي بالنقد الاجنبي في تاريخ الاقتصاد المصري كله. نعم. 46.4 مليار دولار، بالاضافه الى ان كمان في مؤشر مهم انا بشوفه خلال المرحله المقبله، وهو ان الاقتصاد المصري بيؤكد قدرته على التنافسيه وجذب تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر. ببساطه شديده المستثمر الاجنبي دلوقتي لما بيجي يشوف على مدار 10 سنين تم بناء اقتصاد او قاعده اقتصاديه قويه، سواء اصلاحات اقتصاديه ببرنامج شامل للاصلاح الاقتصادي او اصلاح منظومه التشريعات الجاذبه لتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر، وبيشوف الحكومه بتركز على تمكين القطاع الخاص اكثر خلال المرحله المقبله، مزيد من جذب تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر وخريطه استثماريه متنوعه سواء في قطاع الصناعه او سواء في اطار تحويل مصر لنقطتين مهمين، سواء للطاقه الجديده والمتجدده عبر حوافز واستثمارات في هذا القطاع المهم، ونقل مصر انها تكون واحد من اهم مراكز العالم في الجرين هيدروجين او انتاج الهيدروجين الاخضر والطاقه النظيفه، بالاضافه الى كمان تحويل مصر الى مركز عالمي للوجستيات وخدمات الترانزيت، ودي من النقط المهمه استغلالا للمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس واهم شريان ملاحي عالمي. انا اتوقع ان المرحله المقبله مصر المقبله على جذب تدفقات استثمار اجنبي مباشر او فورين دايركت انفستمنت بمعدلات تتجاوز في بعض الاحيان، يعني احنا لو نشوف اجمالي 2024 انا اعتقد ان هي هتتجاوز ال 40 مليار دولار تدفقات استثمار اجنبي مباشر دخلت بالفعل للاقتصاد المصري. متوسطها خلال السنوات المقبله 2025 انا اتوقع ان هي يعني هيبقى معدلها السنوي 15 مليار دولار تدريجيا تزيد لحد 2030، وده بيؤكد ان الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع تنافسي بيحظى بثقة المؤسسات المالية الدولية. وأنا لسه بشوف بتابع تقرير خاصة بصندوق النادي الدولي، ودي من أهم مؤسسة مالية دولية، بتؤكد على أن الإجراءات اللي اتخذتها الدولة المصرية بتحمي الفئات أو الشرائح المجتمعية الأكثر احتياجا، بتؤكد على علاج كل المشكلات اللي كان بتواجه الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية. الاقتصاد المصري قوي وقادر على تجاوز التحديات أو الاكسترنال شوكس. الاكسترنال شوكس دي اللي هي الصدمات الخارجيه الناتجه عن الازمات اللي بيعاني منها الاقتصاد العالمي بشكل العالم. نعم. نعم. وبالتالي الاقتصاد المصري في حاجه اسمها الريزيلينسي او المرونه بيتمتع بها دلوقتي الاقتصاد المصري، لاولا امتصاص التحديات اللي ناتجه عن الاقتصاد او التوترات في الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسيه وانعكاساتها الاقتصاديه، الحاجه الثانيه المهمه عنده خريطه استثماريه متنوعه قادره على جذب الاستثمارات ورؤوس الاموال خلال المرحله المقبله، حاجه الغايه في الاهميه هو البرايفت سيكتور امباورمنت او تمكين القطاع الخاص. القطاع الخاص المصري واعد قادر ان هو يحوز على استثمارات 65% وفقا للمستهدف من برنامج الحكومه تدريجيا خلال السنوات القليله المقبله، يكون مسؤول عن 65% من اجمالي الاستثمارات المنفذه داخل الاقتصاد المصري، قادر كمان على ان هو توظيف عماله 90% من سوق العمل في مصر ان هو يعمل في القطاع الخاص في اطار
اقتصاد تنافسي يعني قادر على المنافسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخريطة استثمارية متميزة، قادر كمان على إن هو يجتذب الاستثمارات ويحوز ثقة مجتمع الاستثمار العالمي، وإحنا شفناها كمان في المشهد الرائع الخاص بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي وضخ إجمالي اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتوقيعها خلال يومي عمل المؤتمر بقيمة 67.7 مليار يورو في قطاعات ذات الأولوية زي الطاقة الجديدة والمتجددة والفود سيكيورتي أو الأمن الغذائي وغيرها من القطاعات اللي بتعزز الانتاجية. وأنا يعني بقول إن مستقبل الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة في إطار رؤية الحكومة والخطوات المكثفة لنزول الوزراء والمحافظين إلى الشارع المصري لمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، إن الاقتصاد المصري قادر خلال المرحلة المقبلة على حصد ثمار النمو اللي تم أو الإصلاحات اللي تمت على مدار السنوات الماضية برفع معدل النمو تدريجيا إلى 7%، بالإضافة إلى تعبئة أرصدة الاحتياط من النادي الأجنبي إلى مستويات تتجاوز 60 مليار دولار. الشكر الجزير للسيد الأستاذ أحمد يعقوب الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي متحدثا هاتفيا لإكسترا نيوز.